يعاتب على الدمعة ولا على الحزن. من لم يحزن في الدنيا لا يدخل الجنة. الله قال: وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الدليل على أنهم وجدوا الحزن في الدنيا. فالحزن والدمعة هذه لا يعاقب الله عليها، بل هذه أمور لا يمكن أن يسلم منها أحد، لابد أن تقع. لكن حاشاك وعافاك الله العوي والصراخ وقول كلمات تعارض القدر، هذا الذي لا يرضى، لا يأتي الشرع بها. لكن ما أنت فيه صبرك وقدوم الإخوة والزملاء جزاهم الله خير لحضور، يعني يثبتونك ويعزونك ويربط الله بهم على قلبك، هذا كله من الخير. فأنت أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اربط على قلبي، اللهم عوذني خيرا، اللهم وعوذهم خيرا، وأمثال ذلك. يشرح الله عز وجل صدرك ويثبتك الله. وكل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر. هذا من نعم الله على العباد. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق 6 من خديجة وماريا وإبراهيم من ماريا، فلم يبق في حياته إلا فاطمة، وكلهم سبقوه إلى الله، خديجة وأبناؤها، ثم بقي ولم تبقى إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وحتى إبراهيم لما فرح به وقال للناس: رزقت الليلة بمولود أسميته على اسم أبي إبراهيم، ما مكث 18 شهرا إلا وتوفي. وقال الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون. ختام المقام ليس مقام إطالة، لكن أسأل الله أن يربط على قلبك ويحفظك خيرا ويعظم أجرك وينزل عليك السكينة ويرزقك الصبر، إن ربي لسميع الدعاء. جزاك الله خير وشكر الله فضلك. شيخ صالح، كل مؤمن مبتلى ولا في ربنا يصطفي من الناس درجات؟ حب الناس إلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذه أنا أريد أزكيك على الله فيها نوع من الشهادة، يعني من الشهادة أقصد بمعنى البرهان من الله عز وجل على، إن شاء الله أزكيك على الله على صلاحك وتقواك. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، من يريد الله به خيرا يصب منه، فقد أصاب الله منك. لكن بقي الخطوة الأخرى، الطريقة الثانية، يثبتك الله، وقد ثبتك ولله الحمد. أنت ما تعز مجلس بسكينة ووقات. الحمد لله. جزاك الله خير، شكر الله فضلك.